هذا اللقاء اليوم مهم جدا، لان كاين 17 ديال الشركات مغربيه اللي هي كتستورد يعني هاد الاجزاء ديال السيارات اللي هما مهمين جدا للصحه ديال والسلامه المواطنين. ولهذا يعني حضرنا هذا اللابيل اللي سميتو سلامتنا، اللي كيمكن لهم يستفدوا منه الشركات اللي كيدوزوا واحد الامتحان باش كنعرفوا انه هاد الاجزاء ديال السيارات هاد المدوزين يعني امتحانات اللي كيعطيوهم هاد لو لابيل سلامتنا ديال الجوده. لان كيف كتعرفوا عبر العالم وفي المغرب ايضا كاين الناس اللي كيستوردوا اجزاء السيارات تيكونوا فيهم لا كونترفاسون، يعني من الصناعه اللي ماشي المعروفه، من الشركات اللي كيكونوا مالين هاد اجزاء السيارات. ولهذا كيوقعوا مشاكل كبرى في الطرق، اذا كانوا لي بلاكيت دو فران ما جايينش من شركات ديالهم، البعض منهم عارف كيف كتعرفوا خلقوا مشاكل كبرى للصحه ديال المواطنين. ولهذا حنا كنحاربوا هذا الجزء من القطاع اللي هو يعني جزء صغير جدا، 700 مليون ديال الدرهم في هذا اللي فيهم هذه المشاكل على 15 مليار ديال الدرهم، ولكن هذا 700 مليون ديال الدرهم كيتجلى انه الصحه ديال المغاربه والسلامه ديالهم كتكون بعض المرات في يعني في خطر. ولهذا بهاد الناس اللي شفتوا اليوم 17 ديال الشركات اللي يعني وصلوا لهذا النتيجه انهم يكون عندهم هذا لو لابيل سلامتنا، المواطنين غادي يعرفوا الان انهم اللي كيشريو من هاد الشركات اللي عندهم هاد لو لابيل غادي يكونوا مطمئنين انهم اجزاء السيارات اللي كيشريو جايين دوريجين، ماشي من هذوك اللي كتعرفوا اللي فيهم المشاكل. بدينا بهاد 17 هاد العام لان عاد بدينا، وان شاء الله في السنه المقبله كنتمنوا انه يكونوا اكثر. هاد 17 عندهم 36 يعني نقطه بيع عبر المملكه، وغادي نطلعوا تدريجيا. كنتمنوا انه يعني الكثير من هذا القطاع يكون عنده هذا لو لابيل سلامتنا في المستقبل، لان المواطنين يعني المغاربه كيستحقوا اكثر واكثر، وهذه هي احنا في خدمتهم يعني تبعا للتعليمات الساميه ديال صاحب الجلاله، انه صحه المواطنين وسلامه المواطنين يعني كدوز قبل لا من الكوميرس ولا من البيزنس ولا من اي حاجه. وحنا كنحاولوا نحرصوا ما امكننا على هذه الجوده ديال اجزاء السيارات. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.